نبتدي بقى نتكلم عن الكيتو دايت. يعني ايه كيتو دايت؟ اللي الفترة اللي فاتت اتعرف جدا، ناس كتير قوي ابتدت تتبعه، وناس كتير قوي قالوا ده حلو انا خسيت بسرعة قوي منه، وناس رجعت قالت لا انا تعبت جدا منه. طب هو ايه بالظبط؟ فكرة الكيتو دايت ان هو ما فيهوش نشويات، يعني نظام غذائي خالي من النشويات. يعني ايه خالي من النشويات؟ النشويات اللي هي السكريات، الدقيق بانواعه، الفاكهه، اي حاجه فيها نسبه نشويات تتعدى نسبه معينه خلاص لا تجوز للكيتو، لان الكيتو بيشتغل بطريقه معينه على الجسم. الجسم عشان يقلب على نظام الكيتو، هو سبحان الله ربنا خلق الجسم بيحرق النشويات، هو طريقته النظام بتاعه انه يحرق نشويات، تمام؟ لما احنا فجأة نشيل منه النشويات، سبحان الله ربنا خلقه يعرف يقلب بنظام تاني، وهو ان هو يحرق الدهون. يعني خلاص بيستغنى عن انه يحرق عن النشويات، يحرق النشويات ويحرق الدهون فقط. عشان يقلب النظام ده بيحتاج فترة زمنية معينة، لازم نمنع فيها النشويات عنه تماما عشان يبتدي يخش في حالة اسمها الكيتوزس، تمام؟ دي بتتقاس في الدم. لما بيخش الحالة دي بيبتدي خلاص يقلب نفسه ويحرق الدهون فقط في الجسم مش النشويات. طبعا سبحان الله برضو ربنا خلق الإنسان عنده كذا نظام عشان يقدر يعيش، لأن زمان ما كانش فيه مثلا تلاجات، ولا كان فيه مصانع، ولا كان فيه سوبر ماركت مليان بالأكل في كل حتة، ولا كان فيه إن الإنسان يعرف يحفظ الأكل في التلاجات زي ما بقول. ففكرة إن الأكل موجود طول الوقت، البشرية ما تعودتش على ده. البشرية بقالها آلاف السنين عايشة على الزراعة، على القوت اليومي، على الصيد، على الـ سواء بقى أي حاجة بشكل يومي، يعني مش بشكل إن الحاجة موجودة متخزنة عندهم بالسنين أو بالشهور أو إنها متاحة على طول، لا، الحاجة في الأرض بتاعتهم هي دي اللي بيزرعوها ودي اللي بياكلوا منها. فكان لازم الجسم يعرف يظبط نفسه، يعني في وقت مثلا ما يبقاش فيه محصول أو ما فيهوش صيد، ما فيهوش أكل، الجسم كان لازم يعرف يعيش. عشان يعرف يعيش ربنا خلقه يعرف يقلب من نظام لنظام، يعرف يحرق مرة نشويات لو موجودة، وده الطبيعي، لو اتقطعت عنه النشويات يعرف يحرق من الصيد بس، اللي هو أكل اللحوم وأكل الدهون واللي موجود في الوقت دوت. طيب هل النظام ده بقى صحي لينا؟ أثبتت دراسات إن هو فعلا ممكن يخفف أمراض معينة ليها علاقة بالنشويات العالية، ولكن هل هو للإنسان الطبيعي نظام صحي؟ لا، هو مش نظام صحي، هو نظام مؤقت عشان الإنسان يعرف يسرفايف يعيش، مش نظام حياة نعيش عليه. لأن احنا لو قطعنا النشويات فترة طويلة ممكن جدا يحصل مشاكل، لأنه عبء على الكلى وعبء على الكبد. ناس كتير جربته ولقت انها بتتعب منه جدا ما تقدرش تكمل. ربنا ذكر في القرآن الفاكهة والتمر والعسل، ده عشان ناكل منه، مش عشان نقول لا احنا هنحرم نفسنا دلوقتي من الحاجات دي كلها ونعمل الرجيم دوت علشان نخس. اتعملت فترة 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 ممكن تأثر جدا على الجسم، لأنه عبء على الجسم. الجسم الطبيعي بتاعه يحرق نشويات مش دهون، مش يفضل في حالة الكيتوزس دي طول الوقت. طيب الكيتوزس دي لما الواحد بيخشها، زي ما قلت حسب كل شخص، ممكن حد يخشها بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع، حسب كل شخص وملتزم بالنظام. بتتقاس في الدم إن نسبة الكيتوز بتعلى في الدم، تمام؟ طيب الواحد دخل النظام ده خلاص وبقى في حالة الحرق، الكيتوز دي شغالة وعالية جدا في الجسم، يبتدي بقى يظهر له أعراض معينة. أول أسبوع الواحد بيتعب جدا ويبتدي يشوف أسود قدامه، طبعا بتكلم على الطبيعي، ولكن في ناس ما بتتأثرش، بس في ناس بتتأثر جامد جدا. أنا طبعا أي نظام بتكلم عنه لازم أكون جربته بنفسي. أنا شخصيا تعبت فيه جدا، أول أسبوع تاني أسبوع أنا تقريبا حتى لما بقيت أرجع أكل نشويات
كأن الجسم مش حاسس بيها، مفيش، كأن فكرة مخزون الجلوكوز اللي جوه الجسم اللي جوه الكبد كأنه اتلغى مش شغال. مهما ناخد سكريات انا متعبانة جدا وعندي رعشة. فكل واحد حسب ما بيعدي في الفترة الصعبة قوي دي بشكل مختلف عشان الجسم يأدبت او يظبط نفسه على الشكل المختلف اللي هو بتاع الكيتوز ده، تمام؟ يبتدي بقى ريحة بق وحشة جدا، يبتدي يبقى فيه امساك، لان نظام الاكل بيبقى عبارة عن لحوم بروتينات عالية جدا ودسم عالي جدا، ومنشيل خالص الفاكهة، بنشيل خالص السكريات، بنشيل خالص الدقيق، شوية سلطة، أنواع من شوية السلطة، تمام؟ كريمات عالية، يعني كريمة لباني، حاجات معينة بيبقى نسبة الدسم فيها عالي جدا، هي دي المسموح إنها تخش. وبرضو الأتكنز أو الكيتو دايت ليه درجات، يعني في ناس زمان قوي ابتدى بالأتكنز، بعد كده ابتدى لا الكيتو يتغير شويه والنسب تختلف. انا بحكي بشكل عام عن الشكل الاساسي، يعني اتكنز ابتدى البروتين يبقى عالي جدا والدسم عالي جدا، بعد كده لا نقلل البروتين شويه والدسم يبقى اعلى، بعد كده لا نقلل البروتين والدسم ومش عارفه نحط ايه. هي كل شويه بتتغير، ولكن في الاخر احنا بنمنع النشويات من جسمنا، بنسمح بحاجه طفيفة جدا بتخش من ناحية السلطة، التوت، أنواع توتات معينة، حاجات كده بس، غير كده مفيش. أنا اتسألت عن النظام كتير قوي، أنا حقيقة مش مع الكيتو خالص، لأنه بيعمل عبء جامد على الجسم، ممكن الناس تضر على المدى البعيد، ممكن يحصل لها مشاكل صحية.